فإنه طيب بالنسبة للكسوة، الكسوة باختصار ما يصلح أن يصلي به سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا أعطيته إزار رداء يصلح أن يصلي به، إذا أعطيته ثوب الثياب إلى هذا ثوب سليم يصلح أن يصلي به، إذا أعطيت المرأة ما تصلي فيه ما تقف صلاتها به هذه الكسوة. الإنسان مخير في كفارة اليمين بين ثلاثة أشياء: عتق بقرة، إطعام عشرة مساكين، كسوة. إذا ما استطاع ولا واحد من الثلاثة وهو مخير أي واحد فيها فعلا يكون قد أدى وقام عليه. لو ما استطاع ولا واحد من الثلاثة ننتقل للدرجة الثانية وهي صيام ثلاثة أيام. هل يجوز أن يستقل الصيام وعليه وهو يستطيع الإطعام؟ لا. هل يجوز أن يستقل الصيام وهو يستطيع الكسوة؟ لا. هل يستطيع أن يستقل الصيام وهو يستطيع الحج؟ لا. طيب هذا أحد البلوغ فيما ترى حنك وحنك والسفل العام. قال هذا في نفسه: إن كنت له أعتق رقبة يكون أعتق لك 20 رقبة من عندي 3 عام، وإذا قلت أطعم 10 مساكين أقل أطعم 100، وإذا قلت أكتب 10 قال أكتب 200، فلأنكر به وأقول له قلت هذا حتى يتسجل، لأن الصيام هذا كل شرعي، أما العلم والكسوة كل إطعام فهذا مقدوع عليه عندنا. فما هو الرأي في هذا؟ أنا سعيد، هل يصح هذا؟ لا، لأنه استحسان عقلي في مقابلة النص الشرعي، ولا يجوز للإنسان أن يضارب النص لأجل مصلحة أو فكرة عنه في رأسه وشيء رأيه، ما يمكن صادر النص في الآراء. أليس الله قال هذا هو طعام عشرة مساكين أو كسوته في رقبة؟ هذا للغني والفقير، هذا للجميع الشريف والوضيع كل الناس. إذا جاء واحد يجتهد خلاف النص نقول اسكت والزم النص ولا تقدم رايك على الدليل، لا تقدم حتى انت لو رايت فيها مصلحه، لكن الدليل منصوص عليه لا يكون مخالفه للدليل. اذا اي استحسان مخالف للنص مره قط، ولا يجوز الانسان ان يقدم عقله رايه أو من قال في عراق على الكتاب والسنة، والله أعلم. الله بطير من عباده، الله يعلم أن هناك غلاف في الفراء، يعلم أن بعض الناس يسهل عليهم الإطعام وبعض الناس لا يسهل عليهم، مع ذلك أرضى عن جميع. هل النبي عليه الصلاة والسلام صرف؟ هل الله صرف؟ هل قال إذا كان غني يبدأ بالصيام؟ إذا كان ليس بغني يبدأ بالإطعام؟ لا. الله عز وجل جعل قانونا يحب الراحلة بالكفارة، فلا يجوز مخالفة، والمسألة الكفارة بل الاستحسان والرحم إذا خالف الدليل يرمى بهذا الله عرض الحق. فقول تحريم رقبة هذه أحد الأشياء الثلاثة المخير بها الإنسان، ورقبة ينبغي أن تكون رقبة مؤمنة. رقبة جاء معاوية الحسن السلمي للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول إن عليه عشق رقبة، وجاء معه جارية فتاة، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: ابن رسول الله. قال: يا عائشة فإنها مؤمنة. طيب
في الثلاثة أيام ينتقل إليها من عجز عن الثلاثة أيام يكون ثلاثة أيام، لكن هل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ لا يرفع العلماء إلى الجواز أن تكون متفرقة، وهذا منصوص الشافعي رحمه الله في كتاب الإيمان، وهو قول مالك أيضا. وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجود التتابع لأنه روي عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقرؤون الآية صيام ثلاثة أيام مدة تابعات، وهذا مع كونه لم يثبت قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون قرآنا واحدا أو تفسير من الصحابة، لأن هناك قراءة تفسيرية. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية من الصحابي الحجة فيها قول الصحابي، لكن القراءة نفسها لم تتواتر ولم تنقل، ليس القرآن ولا يقرأ بها، لكن الصحابي يفسر الآيات وتفسير حجة سمى الصحابي حجة. فالأحمق أن تكون متتابعة، ذلك الإحرار بإيمانكم إذا هلكتم، هذه هي الكفارة الشرعية. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يعني ما تحلف على أي شيء ولا تتركوها بغير تكفير، احفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. والحديث السابق يدل الذي في سبب النزول على أن على الإنسان أن ينفق على من يعول وأن لا يضيعه من خلق الله عليه وسلم، أن يضيع من يموت أن يضيع من يموت. من هو الذي تقوته أنت؟ من جلبك نفقته من أهل وعيال وعبيد كلهم يلزمك نفقتهم من الدوام، ولذلك لا يكون التضييع حتى الزوج ولا العبيد فضلا عن الزوج والولد. فمن ضيعهم فانه يفهم، ومن التضييع ان يحمل الفوز عنه، فتقول احدى النساء: الناس يصدقون عليها، الجيران يصدقون عليها، لان الزوج لا يعطيها، ابونا لا يعطيها شيئا. يقول: خذي من اهلك، اهلها مكلفين بالنفقه عليها وتشربون منها، الجيران مكلفين بالنفقه عليها وتنزلون، الناس مكلفين بالنفقه عليها، يروح يسدد الجمعيه الخيريه وهو ميسور. المشكله ان بعض الناس ينظر فيه البخل الى درجه سهله، فخذه من الجيران ومنحه من الجيران، عنه كثير من الجيران، ما يشتري شيء مهما قل، لا يحتاج في شيء. وإذا أخذوا منه فبالسرقة بالدفن ما يمسك، يضيع من يقول، يضيع من يقول. وربما نصل به يعني بعضهم إلى أحوال عجيبة، فهذا واحد زوجته تعبت موظفة فيريد أن يأخذ راتبها بقوة، ما قوة؟ طيب المدرسة أو الجهة التي تعمل فيها تحول لها الراتب على الفصل، كيف تخرج الآن المال من الفصل؟ كيف تخرج؟ أقرأ الثلاجة انقطع الكهرباء عن الفصل. يعني هنا ممكن الآلاء تصل ببعض الناس إلى التضييع إلى درجات غير متصورة عند بعض الناس، من يوجد في المجتمع هناك هذا الفصل هذه الدرجة من الإمساك والسيطرة والأكل الأموال الآخرين بالباطل، ولا يحل مال مال إبن مسلم إلا بطيب نفس منه. ننتقل الآن إلى ذكر بعض شعر اليمين بمناسبة مرور هذه الآية. قد يحلف الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء منسوب إلى نفس أو منسوب إلى غيره، يعني لو قال: والله لا أفعلن كذا،
افعله على فعل شيء هو يفعل. والله لا افعل كذا. اما المنسوب الى غير مثل والله لا افعلن كذا، حلفت عليه تفعل كذا، والله لا تفعل كذا، حلف عليه ان يمتنع عن كذا. فمن حلف على غيره ان يفعل شيئا ما هو؟ قال واحد منها جاء قال والله انك تسويها، والله انك ما تسويها، ننظر في هذا ما هو هذا. ان كان الشيء الذي حلف عليه ان تفعله واجبا او حلف عليه ان تتركه معصيه، فما منكم ان تبرد يمينه؟ نعم، نحن من تبرد يمينك واجب، يجب عليك ان تبرد يمينك، لان حلف عليك ان تفعل واجب او حلف عليك ان تترك حرام، فلا ان تبرد قدميك. ما هو ليس لاجله هو بالدرجه او المقصريه، بل لاجل الله، لاجل الله. طيب، اذا كان الشيء الذي حلف عليك ان تفعله معصيه أو حلف عليك أن تتركه واجبا، فما حكم إقرارك له في يمينك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا طاعة في المعصية، إنه طاعة في المعروف، ولذلك لا تبر بيمينه واجعله يتوب ويسلم. طيب، إذا حلف عليك أن تفعل مكروها أو تترك مندوبا، فإنك لا تبر بيمينك استحبابا، لأن ما يحبه الله مقدم على ما يحبه الله، وما يكرهه الله مقدم على ما يكرهه الله. فإذا يندب لك أنك ما تبر بيمينك ما دام حلف عليك تفعل شيء مكروه أو تترك شيء مستحب، يندب لك أن لا تبر بيمينك. ومن حلف على غيره ان يفعل مندوبا، لو حلف عليه ان يجيء مستحب او تترك شيء مكروه، فقد قال بعض العلماء من وجوب اضرار المسلم ما لم يكن ضررا، وقال بعضهم استحباب اضرار المسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع، وذكر منها ايش؟ واضرار المسلم ما لم يقسم عليه تبع شيء مستحب أو تترك شيء مكروه، ضرب قدمه، ضرب قدم الرجل هذا، هذا ما لم يترتب عليك ضررا أو مشقة، أو أحيانا قد يحلف عليك بشيء تركك له فيه مكروه، فلا تفعل ولو كفر عليك. وقد قال أبو بكر مرة للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لتخبرني بالذي أنطق. في تفسير رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام راى من المصلحه ان لا يبين لابي بكر اين الخطر في تعبيره، فقال له لا تسلك ولم يبين. متفق عليه. اليمين الشرعيه توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى وصفه، هذا هو يتعلم اليمين. وما يحق بذلك مثل الحلف بالطلاق والعتاق والنذر مع كراهة الحلف بالطلاق. إذا الحلف بالطلاق ليس حلفا لغير الله، من بعض الناس يتوهم أن الحلف بالطلاق هو حلف لغير الله والمشرك، ليس هو يمين، هو يمين، لكن كراهة الموضوع أنه عرض زوجته لخطر الانفصال والكثرة من التشريد في هذا القرار. ولذلك لا يقال حلف بالصداق يمين، يقال في حكم اليمين او ملحق باليمين. ملحق باليمين، لا حروف القسم معروفه، الواو والتاء والله الا عند الله عليه وسلم، فهو لا يقول اقسم بالصداق ولا يقول اقسم بالعتاق، لكن هو يقول عليه الصلاه، عليه الصلاه على كذا، وعبدي حر اذا فعلت كذا،
عبدي عبيد لو فعلت كذا، هذا معنى اليمين موجود. كذلك وقال حلف حتى لما قال والله أنا اليمين، لأن قصد اليمين والكلمة أحسن اليمين. نعم علي عهد الله أن كذا، هذا أيضا يمين. ممكن النذر أحيانا يأتي بالصيغة يأتي بقصد اليمين، فإن يكون حلفا للنذر كما يكون حلف بالصلاة والحلف بالعهد. طبعا صفات الله يكون الحلف بها مثل أقسم أن يقسم بعزة الله، عظمة الله، ذكريات الله، رحمة الله، كلام الله، وجه الله، كل ذلك يجوز القسم به. أما الحلف بغير الله فحرام وشد، والكعبة والنبي ورسول الله وشرف وأمانة وأمانة وذمة، كل ذلك لا يجوز الحلف به. يحرم الحلف بغير الله، حتى قال المسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف بالله على كذب معصيه، ما تصل لشرك، لكن هذا شرك. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ويشترط وجوب الكفارة على الإنسان أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد حالة عقدها على أهل المستقبل الممكن، ولا تجب الكفارة إلا كإنسان منعقدا. ولو واحد حلف أن يفعل شيء في البلد، والله لأوريك أنت كيف يعني، والله لأفعلن كذا وشاء، ما يمكن، ليست يمينا منعقدة، لأن الإنسان يمكن فعل شيء من زمن الماضي، لكنه حلف على شيء مضى كذبا، قال والله ما أخذ مالك وهو الذي أخذ، هذا يمين ومستغرق صاحبه في النار وفي الجسم. وقال ذهب عدد من العلماء إلى أنه لا يمكن تكفير الأضلال، يعني أعظم من الكفر، لأن من الكبائر أعظم من الكفر. طيب لو واحد قال جاء لا من السفر، قال ابن أخذ ما جاء من السفر، والله جاء لا من السفر، هو حلف له نفسه القاضي، اتصل طلع ماجد، هو توهم او اظن اشاعة خبر غير موجود. فمن حلف يظن نفسه صادقا ثم تبين له خلاف انما حلف عليه غير صحيح، هل عليه كفارة ام لا؟ لا، لانه لما حلف كان يظن نفسه صادقا. الشرط الثاني في وجوب الكفارة ان يحلف مختارا، فلو حلف مكرها واحد بالقوة أجبروه على الحلف، لا تنعقد السنين إلا لما تفعل. الثالث أن يحلف بأن يفعل ما حلف على فرقه أو يترك ما حلف على فعله، وهو متأكد مختار، فهذا الحلف كثر اليمين تجد فيه. لو واحد قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم حلف، إذا كان الاستثناء متصل باليمين فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. فلو قال هذا لمجرد التفرق ولا للتعليم، في فرق إن شاء الله، هل ممكن تستعمل للتعليم، ممكن تستعمل للتفرق. إذا كان التفرق لو قال بعد وقت طويل حلف بعدين تكلم كثير وأخذ أجر، شفت اليمين إنها بس من أول لو ساعة إن شاء الله. فهذا الذي قال بعد مدة طويلة وبعد كلام وبعد أشياء، فإنها لا تنفعه عند الجمهور، يعني عليه الكفارة. وقال بعض العلماء لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله قال ابني ووفاه، يعني واحد حلف صاحب ورأسه قال يقول إن شاء الله، قال كل إن شاء الله، فقال إن شاء الله ينفعه ذلك ولا تجب عليه الكفارة، قال شيخ الإسلام والصواب أين وحده.
ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى الزوجه كالطعام والشراب واللباس فلم يتناوله عليه الطاهر وحليه حرام عليك ان تتزوج حرام اشرب هذا حرام الله نزل على قلة عقل بعض الناس يفعلون على الطالع والنازل وعلى اي شيء وعلى اكثر الاسباب. لكن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات عليه كفارة يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ قد فرض الله لكم كلمه ايمان. لكن لو قال عليه الحرام من زوجته ولو قال عليه الحرام هذا ما احرم هذا الشرع هذا كفارة. لو قال عليه الحرام ما اخذ هذا الساعه هذا اذا اخذ الساعه او شرب الماء فعليه كفاره يمين مع التوبه لما تحرم نفسه الله. ليش تقول في الحرام وعليه الحرام والحرام لما تحرم ما حل الله؟ لو قال هذا الكلام في غير الزوجه لكن لو قال في الزوجه تلفظ بالتحريم للزوجه حرم زوجته فإنه ظهار عليه كفارة الظهار. لو قال فلانة يعني زوجته حرام عليك فلانة حرام عليك هذه الكلمة ظهار ولا تكفي كفارة يمينها أنزي حرام عليك ظهار. وبعض الناس يذهب باليمين مذاهب قبيحة مثل فيقول هو يهودي لو سوفه هو نصراني لو سوفه هو كافر لو سوفه. يقول إذا تحرمين علي حرمة نفسي على اليمين. ايش حرمة نفسي على اليمين؟ هذا عقلية وهذا الغضب الشيطاني يوقع الإنسان في ألفاظ شنيعة والرجل ممكن يذوق سخط الله من كلمة واحدة يرمي بها النار 70 قريبا. الفاظ غليظه شديده التحريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. روح الناس انا يهودي لو سوني ما سوني انا اللي سويت كذا فانه هو الذي سوى كذا. وقد قال عليه الصلاه والسلام من قال منه غير من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال. خطيئه جدا هذا عباره وعيد وان كان صادقا لم يعد من الاسلام كاذبا لكن اذا حلف هو يهودي لو فعل كذا فقال فعل كذا ماذا عليك؟ التوبه وكفاره يمين. ما هو فقط كفاره يمين؟ التوبه وكفاره يمين يعني عباره شنيعه عباره صحيحه. وهذه الكفارة يجوز تقديمها على الشرك ويجوز تأخيرها عليه. يعني يفرض واحد مثل حلف لا يكلم خاله قال له يا أخي هذه قضية على الشرك ماذا يفعل؟ قالوا عليك الكفارة. قال طيب ممكن أكفر قبل ما أكلمه ولا لازم بعد ما أكلمه؟ الصواب الصحيح الراجع يجوز الكفارة قبل أن يكلمه ولو كفر وكلمه ما تبلغ كفارة. هذا قول الجمهور. قال الحنفية قالوا سبب اليمين سبب الوجوب لا العقل لكن عندنا نص المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها. حلفت على يمين ورأيت مخالفتها خيرا من أن تبقى عليها. قال فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. في رواية فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وراءه جميل. فكون قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير يدل على جواز تقديم الكفارة على الحلف. والرواية الأولى جواز تقييم الكفارة على الشرك. وإذا واحد كبر الإيمان على شيء واحد
قال والله 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 لا أبعث يعني كفارة واحدة، لكن لو قال والله لا أفعل كذا وكفر وفعل كذا، ثم قال والله لا أفعل يمين وخطأ. قال ابن عمر إذا أخذت مرارا فكفارة واحدة، رواه البيهقي وسننه صحيح. طيب لو واحد قال والله لا أكل هذا الشيء، والله لا أشرب هذا الشيء، والله لا ألبس هذا الشيء، لو قال والله لا أكل ولا أشرب ولا والله لا أكذب ولا أدخل بيته ولا أذوق طعامه، والله لا أكلمه ولا أدخل بيته ولا أذوق طعامه، أي واحد يفعلها من الثلاثة هذه عليك كفارة، فلو كلم عليك كفارة أو أكل طعامه عليك أو تخلف عليك. طبعا هو الأفضل أن يفعل أن يقول لك كلمه جاء قال ايش عليك؟ ثم دخل بيته واكل الذي عنده، وجاء قال ايش عليك؟ ماذا نقول له؟ ما عليك، تنحل البقيه من الكفارة الأولى تنحل البقية خلاص، هي أصلا يمين واحد، وقال والله لا أكلمه ولا أكل ذبيحته ولا أكل كل مرتبطة بيمين واحد، إذا فعل واحدة منها انحل اليمين عن الباقي، انحل اليمين عن الباقي، لكن لو واحد حلف عدة أيمان على عدة أفعال، لو قال والله لا أكلمه ووالله لا أدخل بيته والله لا أكل ذبيحة، فعلى كل واحدة منهن كفارة إذا حلف فيها، حلف عدة أيمان على عدة أشياء، كل واحدة بكفارة. طيب واحد حلف ما يفعل شيء ثم فعله نادم، ليس عليه كفارة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حلف على شيء ثم حلف مخطئا، يعني حلف ان لا ياخذ شيئا فاخذ ظانا انه الظلام، ظنه شيء اخر واخذه، ثم تبين له لما اسرج السراج ان هذا هو الذي حلف عليه، وهو لما اخذه كان يظن شيئا فهذا مخطئ، فليس عليه كفاره ايضا. أما الاحتيال لمخالفة اليمين فهذه مصيبة، ومن الحيل الباطلة، إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكله إلا لقمة أو معنى، حلف لا يأكل الدار لا يأكل فسكن ذلك يوم واحد، حيلة باطلة باردة وعليه الحيلة، ثم التوبة للحيلة، التوبة للحيلة، وبعض الناس يحلف أن يفعل شيء ثم يوقع غيره منه، هذا من الحيل التي لا تدري الذمة، واليمين إذا حلف واجبة التحرير شأن اليمين عظيم، قال الله واحفظ أيمانكم، قال الله واحفظ أيمانكم. ولذلك لو واحد قال والله لا ألبس هذا القماش ثم فصله ثوبا فلبس عليه كفارة، إذا لم يكن للحالف نية وليس هناك سبب لليمين يخصص عموم لفظه أو يقيد مطلق لفظه،
يرجع اليمين الى عين المحذوف عليه. فيقرح والله ما ادت هذا القماش. الان لو حصله ثوبا عليه ولبس عليه الاستبقاء. يعني كون حصل الثوب لا يغير شيئا في الموضوع، لان الخف هو عين المحذوف عليه باي شكل كان. فانا قال والله ما اشرب عيار سوى شاهي حطي للتنشف. انا نرى هو اذا كان خف عين المحذوف عليه فلا مقر من الاستبقاء. ولو قال والله لا اكلم هذا مثال وقدمت من الحياه الثانيه. طيب والله لو قال مثل الله لا اكلم هذا بعد 20 سنة لما طلع الشيخ إلى أن يتكلم، فهل عليك الصلاة؟ إذا حصل عين المحذوف عليه فمهما حصل عليه من التغيرات فهو هو. وله ليس نيته والله لا أكلمه قضية، لا والله ما أكلمه. ولو كبر طال عمره 50 سنة فهو تلزمه الكفارة لو كلمه. لو قال الله لا أدخل دار فلان، لو هذاك سواء مسجد لا يدخل خلاص، هو حلف هذا قصد هو عين المحذوف عليه، فلو صارت مسجدا يحلف أيضا إذا دخل. فإذا لم يكن في الموضوع نية ولا سبب ولا تعيين رجع إلى عين المحذوف عليه. لكن لو واحد كان في نية شيء معين محذوف عليه، او حلف على شيء معين لسبب فتعتبر النية حينئذ ويعتبر السبب كذلك. يعني لو واحد قال والله لا اقول لا، يعني لا لا جاء هذا كل شيء من عليه يقول يعني من وصلت السيارة يقول لا تنسى أن يوقفك السيارة، دائما يوقف السيارة. فحلف أن لا يركب سيارة الرجل لأنه يمن عليه لمنته عليه. فجاء سائق هذا الشخص بسيارة أخرى كبيرة مثلا، وليس هناك عنده في الموضوع ده، وكان سبب اليمين قطعا منا والآن لا يوجد منا وهو السبب الذي حدث عليه قطعا منا، فتعتبر النية حينئذ إذا قصد سيارة معينة لأجل المنة التي فيها، فلو ركب سيارة أخرى لشخص لا منة فيها لا يحدث في ذلك. ولذلك تمثل أمة اليمين وهي اعتبار البناء على السبب، البناء على سبب اليمين وما لم يجاء. يعني الواحد قال والله لا أدخل بيت، قال فلان والله ما أدخل بيت فلان، ليش حلف؟ قال لأنه فيها منكر، أنا حلفت فيه ما أدخل بيت فلان لأنه فيه منكر. لأن أصلا لما حلف صار فيه كان فيه نقاش، حق تماثيل وحق صور ذوات الارواح وعلق اشياء وحق كذا وحق انسان زوجه وحق زين وحق في خمر في بيت. قال والله ما ادخل بيت بيته بعد هذا المصور. الان الذي هيئ اليمين هذا وجود المنكرات في البيت، فلو صاحب البيت اخرج المنكرات فان السبب الباعث على اليمين والشيء الذي هيئ اليمين الثاني. فنية الرجل لما حلف من أجل المنكرات، فلو راح في المنكرات ودخل في هذه الحالة لا يحنن، لأن في نيته سبب اليمين وجود المنكرات. إذا زال المنكرات ثم دخل البيت لا يحنن. وكذلك يبنى على نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فلو قال واحد والله لا أنا من على البحر، والله لا منع على البحر، راح نام على الأرض
قلنا يا لا عليك الفرض لان معني وقلناه في كمان تنفسيه ليش؟ قال اصلا انا نويت قول الله تعالى والله جعل لكم الارض بساطا. طيب هل اللفظ يحتمل؟ نعم يحتمل اللفظ اللغه العربيه ان الارض يطلق عليها بساطا. دواها رجل؟ نعم دواها وان يكون دواها انا اقول لك ما نويت انا بينك وبين الله. اذا نويت واللفظ يحتمل فلا كفاره. اذا نويت واللفظ يحتمل فلا كفاره. أما بالنسبة ليمين التكرار فقد اختلف العلماء في وقوعها واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تقع والحلف بغير الله ما هي كفارتها أن يقول لا إله إلا الله من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ينبغي على الإنسان حفظ اليمين وهذا يتضمن ثلاثة أشياء حفظها ابتداء وحفظها وسطا وحفظها انتهاء. هذا كلام مهم جدا. قوله تعالى واحفظوا ايمانكم يتضمن ثلاث اشياء حفظها ابتداء قبل الحلف وحفظها وسطا بعد الحلف وحفظها انتهاء وذلك بعد الحلف. فاما بالنسبه للاول وهو حفظها ابتداء يعني لا تكثر الحلف لا تكثر الحلف ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف لا كثير يحلف على اي شيء وسطا يعني لا تحلف فيها اذا حلفت لا تحلف الا اذا كان الحلف مشروعا فراى غيرها خيرا منها ونكثر عن يمين وحلف اليمين انتهاء يعني اخراج الكفاره الى حلف. وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تخلي اليمين مانعا بحائل بينك وبين عمل البر. فلو قلت والله لا أدخل بيت خالي وهذه هي قطيعة رحم دخول لك بيت خالك في سلفة فإذا دعيت لدخولك فهو بس أنا حلف لا تجعل الله عرضة لأيمانك أنت تبرك فلا تجعل اليمين مانعا من البر خالف يمينك وكفر رفع للبر. وهناك وقت جواز التكفير بعد الحلف وقت استحباب وقت إخراج الكفارة وقت استحباب وقت جواز ووقت الاستحباب إخراجها قبل الحلف وهو أفضل لأنه أسرع في مضاعف الأمة إن حلف وإن صار صدقة للكفارة إذا حلف. و لو قال واحد هل يجوز إخراج القيمة بدل الكفارة؟ نقول لا، لأن الله قال إطعام عشرة، ما قال صدقة، إطعام، إطعام عشرة إطعام، فإذا لا يجوز بعزم ما حدده الله، لا يجوز بعزم ما حدده الله، حدد إطعام فلو في إطعام، حتى العشرة ما يأتي سبعة وخمسة، لازم عشرة، لابد هذا بالنسبة لمسألة اليمين. وقوله من الأوقات ما تطعمون أهليكم يؤخذ من موضوع إطعام الزوجة لأن لابد يجب هذه من النفقة يلزم الزوجة نفقة زوجتها موتا وكفة وسكنى بما يطلب إليه لأنه يعني ممكن ينفذ عليها عيشتها لو كسبها في بيت لا يكره المسلمين وتعتبر قدرة الزوج المادية يسارا وأحرارا مرجعا في تأثير النفقة. إذا الحال الزوجة قدرة الزوج لما يقول ما ينفق لمثلها لأن يمكن هذه تربى في مكان لو عند القدرة ما وفرت لها ما هي متعودة عليه تنكد عيشه لكن لو ما عند القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ينفق بعد ست ساعات قيلت ما هي في عزلته يجب عليه النفقة حتى لو بعد الطلاق
قدرتني وهي العدة عليك النار. لكن إذا كانت خرجت من عصمتك أو في السينونة الكبرى لا نفقد لها ولا تفقد إلا إذا كانت حاملة حاملة. فلو كان الطلاق دائما ما يتحصل الولد الجنين عن الجنين لا تنفق عليه لأن الجنين الذي في بطنها أو الجنين عليك نفقته. وإن كنا أولاد حمل تنفق عليهن حتى يطعن حملا. متى تسقط نفقة الزوجة؟ إذا نشدت عنه، إذا عطفت، امتنعت عن فراقه، امتنعت انتقال معه لمكان آخر يرضي عنه، خرجت من بيته بغير إذنه، لا نفقة لها. لو تأخر في حاجتها لا نفقة لها في هذه الصفحة. لكن لو تأخر في حاجتك عليك النفقة. يعني لو قالت أنا أريد أن أذهب لعمرة أسبوع، اسمح لي. أذهب أسبوع. نفقت الأسبوع هذا ما دام انتقل بحاجتي ليست واجبة عليك. لكن من الكرم أنك تعطيها. لأن في فرق يا أخوان ما نقول ما يجب عليه لا يعني أنه لا ينتهز الفرصة من المسألة. هي في المسألة العلاقة بين الزوجين، علاقة ثانية ترفع عن قضية الوقوف، يعني عاملها ما هو في الحق، عاملها في ما هو تعاملها بالعدل، تعاملها فيما هو أكثر من ذلك، تعاملها في الفضل، في فرق بين معاملة بالعدل ومعاملة بالفضل. المعاملة بالعدل لحظة هذه السفر لمن؟ أنت لوجوب أهلي، إلى مالك الفضل، ماشي، هذا فقهيا صح، لأن السفر لحاجة، لكن المعاملة بالفضل أنك تعطيها وإن كان الذهب وإن كان ذهب لأهلها. فينبغي أن يعامل الزوج زوجته بالفضل لا بالعدل فقط، لأن العلاقة أعلى من هذا. والمرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ معنى وفاته لا، لها دعوة. طيب وقت العزة 24 لا نفقة، لا نفقة المال فقط للورد الثاني. المرأة العقل المرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج لأن المال فقط من الزوج للورثة ولا سبب لوجود من وضع عليها. فتكون النفقة على نفسها أو من يموت وإن كانت صغيرة ترجع إلى أبيها. لكن لو كانت حاملا وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إذا كان المتوفى ذلك. طيب الكسوة لها كسوة سنوية في الصيف وفي الشتاء بحسب الحال. إذا كان الزوج أعتق النفقة تسجل عليه دين يوفيه إذا قدر. متى تبدأ النفقة على الزوج؟ منذ أن تسلم نفسه إليه، نفسها إليه. فإذا بين العقد والدخلة عقد عليها اليوم دخل فيها بعد 4 أشهر. 4 أشهر هذه ليس على الزوج نفقة، ما زالت على أبيها لأن ما سلمت نفسها إليه بعد. هل يلزم أن تستأذنه للخروج؟ لا، تستأذن أباها. زكاة فطرها على من؟ بين العقد والدخلة جاء رمضان وعيد الفطر. زكاة الفطر على من؟ على أبيها. متى تبدأ مسؤولية الزوجة المالية؟ على الزوجة النفقة زكاة الفطر إلى آخره من بعد تسليم نفسها إليه. وإذا امتنع كل ما يحيك وولدك بمعروف. هذا والله تعالى أعلم. يقول السؤال جاء أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزنا في النار ونحن الآن في الدنيا هناك نفس لم يكن النار بعد فيه ربك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج على أصحابه بكتابين، واحد بيد اليمين واحد بيد الشمال، قال هذا كتاب من الله. فجأة خرج على أصحابه
أن تسمعوا قد هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء الآباء لأبواب إلى يوم القيامة إلى يوم كله سمي السبب. وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم كله. يعني من أين جاء الكتابان وأين ذهب الكتابان؟ فالله على كل شيء يري نبيه ناس ما بعد دخلوا النار، الناس الآن ما دخلوا النار مع ذلك رأوا في النار ربك على كل شيء شديد. فلا مجال يقال كيف حقا نقول بالقدرة فليس المنزل وان لك منزل وانت تدعو فدخلت معك الدعاء رايت ركعه وتجسد بالله. يعني اذا دخلت هل لك عليك هل ازياد الناس بعيد المسجد وسجود له هنا يعني تاتي بركعتين ولا داعي أسهل البنوك الرضوية لا يجوز التعامل بها وداع صرف عاجل البنك للقيمة وصرف الخسارة. إذا طلع لك الكافر والثاني طبخ ليس ذبح طبخ إذا كان نظيفا تأكله. يوجد في البيت صحن استقبال ما هي النصيحة؟ إقناع صاحب البيت في التخلص لأنه مجلبة شرط عظيم. تطوير رأس الأرواح لا يجوز لغير ضروره. هل يقال عليه الصلاه والسلام من قبل السامع اذا ذكر الرسول غير رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولو كان غير رسول صلى الله عليه وسلم يقال عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام قال موسى صلى الله عليه وسلم، يوسف عليه السلام، ما كيفيه طلع يغيب ظهر من الوقوع على الصدر كما توضعان قبله وقوع؟ هذا هو ظاهر تحريك السبابة. فيه سنن أن ترفع تكون متوجهة للقبلة، أن تكون عينيه متوجهة للقبلة مرفوعة لا تنزل، وهي محمية متوجهة للقبلة وتتحرك. هذا ما ورد في السنه.